البداية رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية طلبات الانتفاع، لا انا بس اوضح للمحكمة نقطة محددة. انا ليا طلبات عليك. يعني في البداية قبل ما اقول طلبات المحكمة، الانتفاع بيقدم خالص تعزيه للأسر والضحايا، وندعو للمتوفين برحمة الله تعالى بالمغفرة مما ألم به. عدم المقر احنا وكلنا بالامس تحديدا بالدفاع عن المتهم في هذه القضية. الدفاع لم يتمكن على الإطلاق من طالع هذه الأوراق. معلش كويس، أنا طالب بالاطلاع على هذه الأوراق لتحقيق الأدلة فيها. نحن لسنا خصوما لأحد، جايين عشان نعطل السير في الدعوة الجنائية وإعطاء المجتمع حقه في أي جريمة ارتكبت في شأنه. ولكن أمانة الدفاع والمحكمة أمينة على هذا الأمر وتحقق ذلك. الحاضر التمس الاطلاع على أوراق الدعوة وإعداد الدفاع المناسب الخاصة بالمتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المولى عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله العظيم. سيادة الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، جاءت الشريعة الإسلامية لتحقق أهداف خمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فهذه الأهداف الخمس ليست مجرد قوانين وأحكام جافة، بل هي نبضات قلب مجتمع يسعى إلى الكمال، إشراقات ضمير يسعى إلى النور. إنها الركائز التي تستند إليها الحياة الإنسانية بكرامة ورفقة.